انت ما بتتخيلوا موقف الاهل قديش صعب بهيك هيك اوقات. يعني نحن اليوم هلا بالمشفى في هذا الطفل الصغير تعرض للاصابه، طول الوقت الاب والام عم بيقولوا ما عنده غيره ما عنده غيره. فاخونا هون عم بيقول لي انه قديش صبرت حتى اجاب ابنك؟ 10 سنين والله بنبي ما جاي 10 سنين. جاني بزرم زرم حمص من قبل الاحداث. حسب الله ونعم الوكيل. يعني هذا الطفل ايش ذنبه؟ هذا الطفل الصغير ايش ذنبه؟ يتزرم بحمص قبل الاحداث من 2009. حسب الله ونعم الوكيل. يعني والده تعذب حتى انجب هذا الطفل بعد زراعه بعد جهد كبير بشار الاسد قام بقصف كرمانين وتصوب هذا الطفل. وفي 7 شهداء كمان في كرمانين. إن الله وإنا إليه راجعون. يعني موقف صعب جدا، موقف صعب جدا. عشرات الجرحى، إن الله وإنا إليه راجعون. نعم موقف صعب جدا، عم بقول لكم اليوم المشافي كلها تغاصت بالدماء، شهداء، جرحى، ما حد شايف وضع إدلب أبدا، ولا حد عم يهتم، ولا حد عم يقول إنه حد ينقذ إدلب، حد يكون يوقف معنا، لا، ما في. كل العالم ضدنا، ما في حد معنا أبدا. هاي الغرفة فيها هذا الطفل المصاب، الغرفة الثانية في واحد عم يقول إنعاش، فوق في مصابين، مشافي ثانية في أكثر، طيب وبعدين؟